السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا التتمة ديال الفرض الأول الخاص بمكون اللغة العربية، إذا أو بمادة اللغة العربية، إذا مكون تراكيب. بالنسبة للفيديو اللي قبل شفنا الشكل والفهم، إذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا التراكيب. إذا غادي نبداو بالسؤال الأول، أملأ الجدول بما يناسب. إذا عندنا جمل، غادي نستخرجوا أداة النصب ثم الفعل المضارع المنصوب بطبيعة الحال. إذا تمكن المجتهد من أن ينجح، إذا من أن ينجح، إذا أداة النصب عندنا أن، وبالنسبة للفعل المضارع المنصوب عندنا ينجح. إذا ما نساو الشكل، يريد المتعلم أن يفهم، أن يفهم الدرس جيدا، إذا أداة النصب عندنا أن. يفهم أداة فعل مضارع منصوب يفهم. غادي ندوزو السؤال الثاني، أتمم الجدول بما يناسب. إذا عندنا الجملة الشرطية، غادي نستخرجو أداة الشرط ثم فعل الشرط ثم جواب الشرط. إذا إن تهتم بدروسك تنجح، عندنا أداة الشرط هي إن، فعل الشرط تهتم، تهتم، وبالنسبة للجواب الشرط عندنا هو تنجح، تنجح، تنجح. الجملة الثانية، أينما تسكن في المدينة تشعر بالانزعاج أو بالإزعاج، بالإزعاج. إذا بالنسبة لهذه الجملة، إذا بالنسبة لأداة الشرط عندنا أينما، أينما هي أداة الشرط في هذه الجملة، أينما. بالنسبة لفعل الشرط عندنا تسكن، 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 والجواب ديال الشرط هو تشعر، تشعر. غادي نمروا الآن للسؤال الثالث، أحول أن والفعل إلى مصدر مؤول. إذا الجملة المؤولة بطبيعة الحال، إذا الجملة الأولى، يريد المتعلم أن يحقق الاجتهاد. إذا هذه الجملة اللي غادي نحولوها، يعني نحول الأداة، أداة النصب والفعل المنصوب إلى مصدر مؤول، غادي نقوله يريد، يريد المتعلم، المتعلم تحقيق، المتعلم تحقيق الاجتهاد. إذا المصدر مؤول تحقيق الاجتهاد. بالنسبة للجملة الثانية، عندنا تمكن المتعلم من أن ينتج نصا. إذا عندنا أداة النصب أن، وعندنا الفعل المضارع المنصوب ينتج. إذا إلا غنحولوه أداة النصب زائد الفعل المضارع المنصوب، إلا غنحولوهم لمصدر مؤول، غنقولو إنتاج. إذا غنقولو تمكن، تمكن المتعلم، المتعلم من، من إنتاج نصين. هنا ضروري يعني نحترموا السياق، من إنتاج نصين. إذا هنا من أن ينتج نصا، نصا هنا كان مفعول به، هنا غيولي مضاف إليه، من إنتاج نصين، لأن عندنا من حرف جر، إنتاج اسم مجرور هو مضاف، ونص مضاف إليه. رابعا، أدخل أداة نصب مناسبة مع الشكل التام. إذا هنا غادي ندخلو أدوات النصب. إذا غنقولو عليك أن تراجع دروسك كي تحقق نتائج ممتازة. غادي ندوزو السؤال الخامس والأخير، اللي هو الإعراب. إذا عندنا جملة، يريد المتسابق أن يفوز بالجائزة. غادي نبداو بيريد، يريد. إذا فعل مضارع
مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. عندنا الفاعل، اذا غادي نمشي مباشره للفاعل، لانه كل ما كانش عندي الفاعل اذا خصني نرد البال ونقرا الجمله مزيان واش فيها الفاعل ولا لا. دائما ما تيكون عندي فعل، دائما يعني في اي جمله ما تيكون عندي فعل قبل ما نشوف اي كلمه كنشوف كنقول واش هذا الفعل فين هو الفاعل، واش عندي الفاعل اسم ظاهر، واش عندي الفاعل ضمير متصل، واش عندي الفاعل ضمير مستتر. دائما تحديد الفاعل، لان اغلب المتعلمين كينساو الفاعل، يعني كي يقوموا بالاعراب وكيعربوا كلمه كلمه. راه ممكن تكون عندك كلمه ولا جمله ما فيها الفاعل ضمير، ولا مثلا الجمله فيها فاعل ضمير مستتر وضمير متصل وما تردش ليه البال. اذا المتسابق هذا فاعل، اذا هذه الجمله فيها الفاعل اسم ظاهر، اذا فاعل مرفوع بالضمه الظاهره على اخره. غادي ندوزو الان ان، إذن أداة نصب، أداة نصب. غادي ندوزو ليفو، يفوز، يفوز. إذن هذا فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب. إذن الأداة ديال النصب هي أن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا كما قلت لكم ها هو الفعل، يلا فين هو الفاعل؟ إذا هنا غادي نتسائل، عندي فعل فين هو الفاعل؟ إذا هنا هو الفاعل، إذا ما نساوش الفاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ثم أخيرا عدنا بالجائزة، ممكن أننا نكتبو ب بوحدها والجائزة بوحدها، نكتبو بحرف جر والجائزة اسم مجرور، ونكتبو مباشرة جار ومجرور بالجائزة جار ومجرور. إذا المهم هو أنني نقول بأنه جار ومجرور. إذا هذو هما الأجوبة الخاصة بالتراكيب. الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نشوف معكم الصرف والتحويل والإملاء. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.